السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بالفندق نتاع الجيش الوطني الشعبي الجهوي الذي يقع بمدينة عنابة، وحبيت نبرز الجانب المعماري تاعو الرائع المستمد من تراث يعني الإسلامي الزيري الجزائري، واللي فيه توش يعني لمسة تاع عصرنا أو تجديد لهذا النمط المعماري الرائع، واللي يزين يعتبر إضافة معمارية أكيدة لمدينة عنابة، خاصة وأنه يقع على الساحل نتاع المدينة، ونشاهد الروعة نتاع هذا البناية. نخليكم تتمتعوا بالمشاهدة لهذا الفندق تاع الجيش الوطني الشعبي، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.